لو الحكاية فيها إن فيدي أنا في إيدي نفسي أمشي من هنا، نفسي أمشي من هنا خالص. خايفة أن أنا أموت، يا أخوتي يموتوا، تيتا تموت، أي حد يموت فيني. هو عبد توم أنا بنت عمي كانت واقفة وبتغسل الكهرباء مسكتها، كانت هتموت، ربنا ستر عليها. قنبلة ذرية حرقت الدنيا خالص. ما فيش حل، كل اللي يجي يقول لك هنشيله مش هنشيله، لا ده هم عايزين يزودوا عليه سلك تاني، والمنطقه اصبحت سكنيه زي انتم انتوا شايفين كده، وشقتي ولعت قبل كده وكذا شقه يعني وكذا بيت، حرام. سكنا هنا بقالي 18 سنه وكل يوم خسائر والبتاع ده يولع وما فيش، يقولوا هنشيله السنه الجايه نشيله الوعره، ولا بيتشال ولا بيقع، واحنا اللي هنتشال ولا يقعد، احنا اللي بنموت. واحنا دلوقتي ما موجوعين، بقالنا 30 سنه في نفس النظام ونتكلم مع حد ما حدش سامعنا، نعمل ايه؟ اللي حصل عند الثلاجات اتولعت والهدوم ولعت والسطح ولع والدنيا خربت، والراجل ميت بعيد عنك محروق خالص بايظ، وعيالي انا عندي عيل جات له كهربا من البرج. الغرفه والبراج. بصي هنا في واد اسمه كريم الصيني اتحرق خالص، بيقعد ساعة بالظبط، ساعة لولا احنا منين، واحنا نطلع نقول لهم يفصلوه يقول لك انتوا هتخسرونا مش عارف ايه، يعني ارواح الناس عندهم اهم بقى من السلك والكلام ده كله، يقول لك طب هي ساعة نفصله نطلع نجيب الراجل من فوق بقى، يبقى اتفحم خالص. بلغ المسؤولين بيجونا بعد ساعة ساعتين ثلاثة، محدش بينجز بتاع المطاف جاي عشان ينقذنا احنا بني ادمين، هو كمان طلع مات ونشف وشقتي اتدمرت وشقة اخويا اتدمرت، وجم المسؤولين بصوا وعملوا محاضر ولا حيال ما انتوا نادي. يعني لما الشتا بتيجي بنقعد نحط مشمع ونحط مش عارف ايه، كل ده بيولع بقى، بتنزل كتله النار كده تولح في الدنيا، ما بنلحقش ان احنا نجري الكهرباء تمسكنا ومفيش جديد، وتجوا تصوروا ومفيش حاجه بتحصل.